اهلا بحضراتكم من جديد. بنرحب في البدايه بضيفنا الكابتن او الدكتور سامح حمدي، رئيس اللجنه المؤقته لاداره شؤون اتحاد الكره الطائره، والحقيقه اللي تولى المهمه في وقت صعب، والحقيقه نجح بشكل كبير جدا جدا ان هو يعدي بكره الطائره لبر الامان. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا كابتن هيثم، فرصه سعيده انكم نتقابل في قناه الاهلي. يعني طبعا دكتور وحضرتك استاذنا، استاذ كبير ومعلم وقائد، وبنتشرف بحضرتك في كل الاوقات. يعني دكتور الله يخليك، شكرا دكتور. يمكن حضرتك طبعا من البدايه توليت المسؤوليه في مهمه صعبه، كان ما فيش اتحاد، حضرتك اتيت طبعا مجموعه محترمه من كباتن مصر، وبدات في الاعداد لتعديلات في اللوائح وامور كثيره. احكي لنا القصه من البدايه عشان يمكن اللي ما شافش القائد الاول يبقى يعرف يعني البدايه جت منين. هي البدايه جت ان كان في لجنه مؤقته لاداره الاتحاد كره الطايره بعد ما تحل مجلس الكابتن الباشمهندس خالد ناصف، وقعدوا فتره طويله. كان المفروض يعملوا جمعيه عموميه وانتخابات، ما اتعملش لا جمعيه ولا انتخابات. فاللجنه الاولمبيه جالها قرار من الاتحاد الدولي ان لازم يكون في مجلس اداره، وقد كان ان هم عملوا مجلس اداره مؤقت لحين عمل جمعيه عموميه غير عاديه عشان عمل اللائحه، وبعد كده يعمل جمعيه عموميه عاديه عشان الانتخابات. تمام. طبعا احنا جت بقى في ظروف الكورونا وظروف الكلام ده كله، فكل الكلام ده اتاجل يعني. صحيح. ويمكن حضرتك جيت رتبت البيت من الداخل، شكلت الجانك، ظبطت الدنيا، بدات تشوف ان في امور كانت موجوده جوه الاتحاد حضرتك من وجهه نظرك كانت لا تصح، وحضرتك صححت هذا الموضوع، ولجنه المسابقات ولجنه المنتخبات، عملت معايير لاختيار المنتخبات. يعني نبتدي الاول بترتيب البيت يا دكتور، عملت ايه؟ هي الحقيقه كان احنا همنا ان احنا نكمل الموسم، والحمد لله كملنا الموسم في عز كورونا. وكان برضو همنا برضو لان ده يخص ولادنا اللي هم عايزين تفوق الرياضي، الحافز الرياضي. الحمد لله تم كله على خير، والحمد لله الاولاد كلها خدوا الحافز واستفادوا بيه يعني، والحمد لله. وكملنا الموسم في ظروف صعبه جدا، والحمد لله كملناه بنجاح، ما كانش فيه اي معوقات ولا اي حاجه. اتذكر دكتور يمكن اول اتحاد استأنف النشاط كان اتحاد كره طائره، انا فاكر. بالظبط كده. واحنا يعني احنا اول اتحاد اعلنا ان احنا هنكمل البطولات. صحيح. بتاعتنا، وخصوصا الحافز الرياضي. طب واللجان يا دكتور، يمكن حضرتك بالنسبه للجان المسابقات المنتخبات الامور دي رتبت البيت ازاي؟ احنا حلينا اول ما مسكنا حلينا كل اللجان، لسبب ما كانش لها عمل يعني، كانت منطقة عمل وكانت تاخد مرتبات، وطبعا يعني وجدنا ان الكلام ده يعني عبء مالي شديد على الاتحاد. عبء مالي يعني 50,000 جنيه تقريبا كل شهر. فاحنا وفرنا من تقريبا من شهر 4 ابريل لغايه وقتنا هذا، كل شهر كان 50,000 يعني، كان يعني 50 تقريبا حوالي سنه، حوالي بنتكلم في نص مليون او 600,000 جنيه تقريبا. بالظبط يعني. ولو قلنا 50,000 في 10 نص مليون، ولو شهرين كمان يبقى 600,000. بالظبط يعني تقريبا. و قعدنا ترتيب البيت الحقيقه، طبعا كان المدير التنفيذي كان في شويه كلام معاه، ومش عايز اخد في تفاصيل، لكن يعني غيرنا المدير التنفيذي. بالظبط. وبدانا نبدا نشاطنا، وبدانا نبدا خططنا، وبدانا نتكلم علشان نعمل جماعه من غير عاديه. الحقيقه لقينا صعوبات جدا في قابلتنا يعني، وما اتعملتش جماعه غير عاديه. وبعدين خدنا بيها قرار تاني، ولما خدنا قرار بيها تاني للاسف برضو اتصدمنا برضو يعني قواضي وحاجات زي كده واتلغت، وجي قرار بقى رئيس مجلس الوزراء بتاجيل كل الجمعيات العموميه. هو ده اللي اجل، خلاص كانت الانتخابات ايام يعني، حضرتك ترشح ما بترشح،